انتهينا ما انتهينا. يعني احنا الحين بمطبخ تليص جدار، اقول احنا قاعدين بمطبخ الحين عندنا فقره وانت قاعد تتحلق هواء. جو موظفينك مو موظفينك فايدينك متسابقينك ما جو. ايوه واذا ما جو المتسابقين ما بنحز يعني بعمل الهواء. ايوه كذا الرتم يعني. اقول شيل مطحانتك. لا اله الا الله. شيل مطحانتك. ايوه ووجه وجه. وين ادوي؟ ها وين ادوي؟ وين مكانك وجارك وينه؟ ما اسبل بشرب هنا. اياه ما ابو كهرباء. اروح لو جارك. انت ايش تبي من حلقي؟ انت شوف شو مسوي. اطحن قهوه. يلا قواك الله. السلام ورحمه الله وبركاته. فين قهوتنا؟ فين قهوتنا؟ احنا محتفلين اليوم في يوم التاسيس. انت فين قهوتنا؟ جيت انا لقيته قاعد يطحن. اطحن قهوه. سالم افتح مايك. اي خلاص شي ايوه ايوه يلا شيل عفشك. شيل عفشك. افتح مايكك يا سالم. انا ايوه انت سالم. لا مايك مفتوح انا. خلاص اجل سالم. لا سالم وكاد مو مفتوح الظاهر. يلا لا والله مفتوح وحجاراته طيبه. يلا اهلا وسهلا. بالنسبه للمتسابقين وينهم؟ وش التزيو هذا؟ عادي عادي ما عندنا مشكله. احنا عندنا احتفاليه فالوضع عندنا مفتوح. يا طافي ترى يعني ترى ما حد يسمعك بالاخير يعني. ايه مطحانتك ما تبيها؟ لا خلها نسيت قليل. بس انا شاريه. انت اللي شاريه؟ ايه. اجل بصادره. وش الطن ذي؟ طن عشان هذاك مقفل مايك. ايوه يا بسم الله العظيم. اهلا وسهلا. الله يسعدكم يحييكم اعزائي المشاهدين خلف الشاشات. طبعا تعرفون اليوم 22 فبراير من هذا العام هو ذكرى لتاسيس هذه الدوله العظيمه، الدوله اللي تعيد فينا لتاريخنا وامجادنا السابقه. هذا التاريخ ما عشناه، لكن ذلك الوقت وهذا التاريخ يشعرنا بشعور الاعتزاز والفخر والشرف. وهذا التاريخ ذكرنا بمدى قوة حكامنا وقادتنا وإلى أي مدى وصلت هذه القيادة التي كانت ولا زالت تسعى بكل ما أعطيت لتكون المملكة العربية السعودية هي الأولى دائما في جميع المجالات. هي التي تسعى دائما أن المملكة العربية السعودية تكون الأولى في جميع المجالات العلمية الاقتصادية السياسية. بكل حب أبارك أنا وفريق هذا العمل العظيم لشعبنا وقيادتنا، وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وهذا البلد في أمن واستقرار وعز. الله يسعدكم يا رب. كالعادة أخوانا اليوم ما هم موجودين؟ أنس موجود. أنس موجود. أرحب يا دحوم. مرحبا لي مليون. أرحب يا أبو قلبي. أبو قلبي صرت أبو قلبك ضاعت. مرحبا ألف. أبو مين؟ أهلا وسهلا يا أبو عناد. أيوه أبو قلبي هذه حقت أنك أكلت قبل شوي معها مضغوط مع الشيبان. مو مضغوط مفطح. مفطح وتنسى خويك يا قليل الخاتمة. مو خوي ما كان فاضي. ها؟ أيوه شباب راح عليكم. نزلنا أنا والفريق كامل. ترى موجود هناك. روح روح روح. لا والله روح روح وروح. قد إعظامه صارت مكاح. أبو آه حبيبي الجعداني معنا اليوم في المطبخ هو؟ لا تصيحون ترى ما مع مايك. مشكلة ما مع مايك. اي خلاص لا تسولف اجل. طيب تبون احد بديل؟ لا شباب عبد الله الجعداني يقولون ما هو موجود. انا بديله. ما استبدلته بمين؟ بديله هذا بديله. لا 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 بس عشان ما نطلع يعني اصعد لك يا شيخ. انا الصراحة ما اعرف البسها. عبد الله بن دعلوج ونايف العجمي. دعلوج الله يعطيك العافية يا بابا. دقيقة شوي ادخل من هنا. بن دعلوج الأكلوبي. عبد الله الأكلوبي. ايوه ومين؟ عبد الله الأكلوبي ومين؟ ونايف العجمي. والفريق الثاني أنس عبد الله الشهري ونعم مليون ونعم ونعم
أنت ونعم بدون ما نقول نعم يا أنس. الله يسعدك. الله يسعد الوجه. شهزين ما شاء الله. الله يخليك يا رب. بالله كيف؟ والله شيء. الله يخليك يا رب. حلو زادتك حلا. الله يزيدك إن شاء الله عزة يا حبيبي يرفع قدرك. من جايبه؟ من السوق. ما شاء الله. من السوق. هذا السؤال ما أدري يعني. عشان ندل المكان حلو والله. ما يحسب إنه ما يعرف. ديزاين مرة حلو. ما يعرف يلبس الله ولا يعرفك شيخ الله أبوه. منو؟ أنا قاعد أقول لك عشان نعرف منين نشتريها. لا اله الا الله. خلاص يا رجل والله يا انك ملح وقمر. الله يا حلاتك. الله يا زينك. عقبال يوم نزفك ان شاء الله. قول امين يا رب. يا رب. الله يخليك يا رب. ها الحين خلى الاعداد يعلمونا منو المتسابقين ومنو بديل مين. عبد الله انا اشوف ايش رايكم الشباب اللي نفوز يا اللي غير انس. نتمنى يعني من الاداره انها تكون شويه حازمه يعني لازم يخصم عليهم حق التأخير على الفقرة. حلو جدا حلو. أعطنا سبيكر بس عشان يسمعون الشباب. يا شباب أي واحد وأنتم تعرفون هذا النظام وتعرفون هذه السياسة أي شخص يتغيب عن فقرة رئيسية في البرنامج عليه خصم كم؟ 50 هو التأخير. التغيب 300. التأخير فيصل فين أنت فيصل؟ فين كنت؟ بس أغير الملابس والمايك ركب المبك. بس إيش الزين ذاك؟ الزين زين والله لو تلبس إيش؟ لا إيش؟ يعني إني قلنا قلبتها علي. الله الله يخليك. الله إيش الحلاوة بسم الله. إيش نقول؟ أرحب يا أبو عابد. مرحبا نال. الله يحييهم. الله يحييهم. طيبين. من شريتها؟ أروح أشتري واحدة زيها. والله جميل الصراحة يعني لو تدخل في غرفة الشباب وتنام تريح تنزل هذه بس ساعة ريح هنا. وأنتوا يعني تشتغلون في المطبخ بدوني؟ لا 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 بعد الفقرة عشان اللبس يعني. شباب نظامهم هناك إذا دخلت يصير كل شيء ملك الجميع. من تدخل الغرفة يصير ملك الجميع. ملابسكم الحين يعني الثوب ذا بكرة بشوف على واحد ثاني؟ ممكن ما تستاهل. أنت مجرد ما أنك تدخل بس الغرفة خلاص كل شيء ملك الجميع. احنا ودنا انك تشرفنا في الغرفة. الله يسعدك. صراحة بصير ملك الجميع. على 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 ايامها انس طبعا كنا عام 2015. حلو. كنت انا متسابق هذا المكان. المهم جانا واحد من الشباب نفس الهرجة. طبعا ملابسه يجيب المرض. وهو ما ضيعها والله يكرمكم اخذها على جنب يبغى يغسلها لكن جو الشباب يغسلون وحطوها يعني كذا رموها كذا بعيد يعني ورا الغسالة. وما شافها. ايوه. المهم طلعنا فاصل قال يا شباب الله يرحم والديكم الملابس حقتي تطلع الحين. يا ولد هو صعقول ما حد يلبس معه ما حد يلبس معه هو لحاله. بعدين ياخذ فنايل عرفت هذيك اللي لازم يطلع السر. لا ما هو يطلع السر يعني مره قصيره كذا ما ادري كيف هي جايه من كثر ما غسلها انكمشت. يا ولد تعوذ من الشيطان. قال والله لو باقي احد ياخذ ملابسي انتم ما تستحون على وجهكم انتم انا جيت البسي انا ما جيت البسكم انا ما ادري ايش. لا 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 طبعا انا ما تكلمت ولا قلت شيء لاني انا اقرب واحد ذيك الايام ترى قد كنت نحيف شوي عرفته كنت بمقاسه ايه يعني كنت. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.